وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ حسام جابر سالم، محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ حسام معنا في نشرة الأخبار. وإذا هذه النسخة 20 من منتدى حوار المنامة، كيف تنظر إلى نجاح استمرار مملكة البحرين في استضافة هذا المؤتمر؟ شكرا بداية على هذا الاستضافة الكريم. نحن نتحدث عن استضافة مملكة البحرين على مدى عقدين منتدى حوار المنامة، وهو من أبرز منتديات الحوار والتباحث في المجالات الأمنية والسياسية، وعلى سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم. فهذا المنتدى يضم العديد من الشخصيات الباردة من جميع أنحاء العالم للتحدث عن القضايا الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية والاجتماعية. واستضافة هذا المنتدى على مدى عقدين يؤكد أهمية وحرص المسؤولين الحكوميين والعسكريين والقادة من أكثر من 70 دولة على المشاركة بشكل منتظم في تبادل الآراء حول الموضوعات ومستجداتها على الساحل في منطقة الشرق الأوسط على الساحل الدولية. هذا يسهم في إيجاد رؤى وحلول الواقع لتشهد المنطقة والعالم، كما يعكس جهود سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في السعي نحو تحقيق السلام والاستقرار العالميين من خلال إيجاد آلية مستمرة للجلوس والحوار وتبادل وجهات النظر والسعي للتوصل إلى حلول عملية ومنطقية للواقع الذي نعيشه. وهو أيضا ما عكسه استمرار هذا المنتدى على مدى 20 عام من طرح للقضايا والأطروحات بشكل واضح وصريح، يعكس شعور المشاركين والحضور لحجم المسؤولية وأهمية هذا المنتدى. كما عكس هذا المنتدى أيضا أهمية ومكانة مملكة البحرين وجهودها في مجال تعزيز الحوار والتعاون الدولي والسعي دائما لتحقيق السلام والاستقرار العالميين، ويعكس تفانيها تحت قيادة السيد صاحب الجلالة في تقديم بيئة محفزة لهذا الحوار والتفاهم الدولي. نعم أستاذ حسام، ما هي أهمية عقد هذا المؤتمر خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات ومنعطفات سياسية واقتصادية وعسكرية؟ عقد هذا المنتدى في هذا الوقت الذي يشهد تطورات خطيرة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي وتحديات تواجه عملية انعقاده في حقيقتها، يعكس الثقل الكبيرة التي وصلت لها مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والعالمي كوجهة رئيسية للالتقاء والحوار وبناء التفاهمات حول القضايا الدولية والإقليمية والمصيرية. فهذا المنتدى في ظل التغيرات والتحديات اليوم السريعة يعد فرصة هامة للدول للتواصل والتعاون حول القضايا المصيرية والمشتركة، كما يوفر منصة لمناقشة الحلول للأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية، مما يساعد في تحديد استراتيجيات فاعلة للتعامل معها. ومن خلال هذا الحوار المفتوح والشفاف يمكن تعزيز الثقة بين الدول وتقوية العلاقات الدولية والإسهام في إيجاد فرص اقتصادية جديدة وتعزيز مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الأمنية والعسكرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. في ظل ما يمر به العالم من عطف حرج جدا، يعد هذا المنتدى أكثر أهمية للجلوس وتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وتحقيق التعاون الدولي البناء. نعم أستاذ حسام، وكيف تقرأ دور مملكة البحرين الدولي والإقليمي من خلال استضافة هذه المؤتمرات التي تضم نخبة من المسؤولين وكبار صناع القرار في العالم؟ بالنسبة حق المنتدى، هذا ليس الجهد الأول الذي تبذله مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، وليس الأخير، إلا أن هذا المنتدى يعد واحد من أبرز الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ويشكل بشكل منتظم يضم نخبة من المسؤولين وكبار صناع القرار، ويعكس دورا مؤثرا واستراتيجيا في السياسة الدولية والإقليمية. هذا الدور يتجسد في عدة جوانب، أبرزها تعزيز الحوار الدولي من خلال تنظيم مثل هذه المؤتمرات، حيث تساهم البحرين في توفير منصة للنقاش والتواصل بين مختلف الدول بما يعزز الحوار والتفاهم الدولي. الأمر الثاني بناء العلاقات والتفاهمات، فمثل هذه الفعاليات تتيح للبحرين فرصة لتوثيق العلاقات وتعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، مما يعزز مكانتها كدولة فاعلة على الساحة العالمية. الأمر الثالث المساهمة في إيجاد حلول عملية للقضايا العالمية، فاستضافة المؤتمرات تتيح للبحرين المشاركة في طرح ومناقشة الحلول الممكنة للقضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية، مما يسهم في تقديم البحرين كدولة تساهم بشكل فاعل في معالجة التحديات العالمية. الأمر الرابع أن هذا المنتدى يعد تأكيد على أهمية الاستقرار والسلام والأمن من خلال تأكيد مملكة البحرين التزامها بالأمن والسلام الدوليين وسعيها للقيام بواجباتها الدولية نحو نشر السلام ودعوتها دول العالم للالتزام بالاستقرار. وأخيرا وليس آخرا، تشجيع عملية التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول عبر جذب كبار المسؤولين وصناع القرار إلى البحرين، مما يساهم في فتح أبواب جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
نعم. يمكن القول أن هذه الاستضافة البحرين تعد فرصة هامة جدا لتبادل الآراء وحل المعضلات العالمية والإقليمية. نعم نعم الأستاذ حسام جابر سالم، محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.